ديليخت خلاص راح ايطاليا، وصل لليوفي وبيجري الكشف الطبي الان. ديليخت المدافع الهولندي الرائع جدا اللي قدم موسم رائع جدا مع اياكس الهولندي راح اليوفي. الصفقه هتكلف 65 مليون يورو بجانب 10 مليون يورو هيكونوا في صوره حوافز. اللاعب نفسه هيتقاضى راتب 7.5 مليون يورو سنويا، بالاضافه طبعا لبعض الحوافز والمتغيرات اللي لها علاقه بالبطولات والانجازات في البطوله. اللاعب هيوقع العقد 5 مواسم مع الفريق الايطالي بشرط جزائي يصل الى 150 مليون يورو. بالمناسبه الشرط الجزائي ده بعد سنتين مش هيبقى ليه لازمه، وممكن اللاعب يخرج من اليوفي بالشرط الجزائي ده. صحيح دلوقتي اغلى مدافع في العالم يعني حوالي 80 مليون يورو، لكن الارقام دي بتتغير سنه عن سنه، ف 150 مليون يورو ده اعتقد شرط جزائي قليل في عقد ديليخت، واحد من المدافعين الكبار جدا اللي مستقبلهم عظيم جدا. لعيب عنده 19 سنه بعد سنتين ثلاثه هيكون رقمه او سعره ممكن يوصل لاكثر من 150 مليون يورو. مشاركه فريقه في كاس او في دوري ابطال اوروبا، اصبح تقريبا كل عناصر الفريق عليهم الانظار، ولكن هو كان من اكثر اللاعبين اللي كان في تساؤلات هو هيروح فين الفتره اللي جايه. خلاص اصبح موجود في الكالتشيو، اصبح موجود في الكبير في كالتشيو بالفعل نادي يوفنتوس الايطالي. عندنا دلوقتي جيجي بوفون، عندنا دلوقتي كليني طبعا رونالدو، عندنا كده توليفه مفروض ان هي تكون بتنافس على دوري ابطال اوروبا بشكل كبير. لا ويعني لسه كمان ده شكل ايكاردي رايح لهم كمان، يعني ايكاردي كمان مع اليوفي. واضح ان اليوفي السنه الجايه داخل وياخد دوري ابطال اوروبا. هكون سعيد جدا ان كريستيانو رونالدو وبوفون يمسكوا كاس دوري ابطال اوروبا ولا نحتفظ باللقب مع ليفربول مع محمد صلاح. لا نحتفظ باللقب نحتفظ بمحمد صلاح.